إذا متابعي قناة شفتي بي أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. صباح الخير عليكم، صباح النور عليكم، مرحبا بكم في هذا البث وهذه الجولة الصباحية من شوارع مدينة طنجة ومن شاطئ مدينة طنجة. متابعي قناة شفتي بي خلوكم معنا تشوفوا الأجواء الصباحية لمدينة طنجة. الساعة دابا 8:15 وباقي عندنا الليل في طنجة. خليكم معنا ندخلوا نعملوا الجولة في فوست مارينا، نشوفوا الأجواء الصباحية. متابعي قناة شفتي كما كتلاحظوا معنا حنا حاليا في وسط مارينا. كنعتذروا على هذا الاهتزاز هذا، حيت هذا الطريق هذا يعني كامل ضوضانات. اخ عبدو شكرا بزاف، تحياتي. انا هذيك راه قريبه الحومه ديالي، انا بدي راه غير تما. البارح كنا دايرين لايف وجوله صباحيه في وسط الحومه ديال الشوك، وان شاء الله نرجعوا تما. المتابعين قناة شفتي بي، كنعتذروا على هاد الهز في هاد اللايف هذا. الامور ماشي بيدنا، يعني الطريق كامله، الطريق ديال فوست مارينا كامله على هاد الشكل هذا. متابعي قناة شفتي في، هذه هي الجولة الصباحية ديال مدينة طنجة. بالنسبة للجو اليوم ما كاينش البرد هاد الصباح هذا، ماشي بحال أيامات أخرى. درجة الحرارة دابا وصلت 13، يعني ما كاينش البرد، راه عادة كتكون 7 8. اليوم لا، اليوم الجو سخون شوية، مقنا درجة الحرارة 12. متابعي قناة شفتي في، حاليا كنتواجدو في باب المرسى. هذه هي باب المرسى، يعني راه كاين بزاف الناس اللي كيعرفوا هاد البلاصه هادي او سبق لهم زاروا هاد البلاصه هادي. ساحه باب المرسى، هذه هي ساحه باب المرسى. هذا اللي كتشوفوا امامنا هذا هو البور، هذا هو ميناء طنجة. هذا ميناء طنجة، ماشي ميناء طنجة المتوسطي، هذا الميناء اللي كاين في وسط مدينة طنجة. وهذا ميناء الصيد. إذا متابعي قناة شفتي في، هذه هي الأجواء الصباحية ديال مدينة طنجة. شوفوا جمالية هذا المنظر هذا وهذه الساحة هذه، هي ساحة باب المرسى. متابعي قناة شفتي في، حاليا وصلنا لنهاية هذا البث وهذه الجولة الصباحية. نتلقاو بعد قليل في بث مباشر آخر.